أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: إذا كان الإنسان أطلع وأراد الحلق، هل يكفي تحريك الموسى على رأسه أم ماذا يفعل؟ وإذا اجتمع عليه اثنان من محظورات الإحرام، هل تكفي كفارة واحدة أم لكل محظور كفارة؟ أما إذا ما كان في رأسه شعر، قد ذكر العلماء أنه يمر الموسى على رأسه امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى ولقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، فيمر الموسى على رأسه، لأن هذا منتهى استطاعته. ثم بقي السؤال يقول: وإذا ارتكب وإذا اجتمع عليه اثنان من محظورات الإحرام، كل محظور له كفارة، كل محظور له كفارة ولا يكفي عنها كفارة واحدة، إلا لو كرر محظورا من جنس، لو كرر محظورا من جنس مثل تطيب عدة مرات تكفيه كفارة واحدة إذا كرر محظورا من جنس. أما إذا كرر محظورا من أجناس فكل محظور له كفارة مستقلة، كما لو تطيب وقص شعره وقص أظافره ولبس المخيط، كل واحد عليه كفارة عليه كثير.